صبحكم الله بالخير يا اخوان، شلونكم؟ طيبين ان شاء الله. اليوم نبي نسوي لكم دولمة. طبعا عندي هني الريش، وهني عندي الملفوف، وهني عندي ورق العنب. ورق العنب حطيت فيه لحم، اما الملفوف لا، كسرت هذه الخلطة وقعدنا نلف فيها بهالطريقة. الحين لفينا فيها، قاعد نلف فيها. وعندي الله يسلمكم حطيت جدر الحين في ورق عنب تحت، عشان بنزل الريش تحت وبعدين اصب فوقه كل هذه المكونات، بالاضافه الى الفلفل. بحشي فلفل فوقهم من الحشوه هذه نفسها اللي بدون لحم، ونحطها فوق الجدر هذا. وهذه قهوتي طبعا ما شربتها للحين، ونبي نقصر على الجدر على الراحه. يبي له ساعتين، ساعه ونص من الحين، على العين الصغيره واخليه على راحته. ونكون معاكم اول باول.